بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وصفة مجربة لفك النحس وكذلك إبطال العين والحسد في بيوتنا. قال النبي صلى الله عليه وآله في كثير من الروايات بأن الشخص الذي يتعثر بحياته كثير الحسرات قليل التوفيق، ما عليه إلا أن يقرأ سورة الشمس فإن الله سبحانه وتعالى ينصره على عدوه، وكذلك الله سبحانه وتعالى يجعله سعيد الحظ في كل جهة يتجه إليها، من زواج، من تجارة، من عمل، إلى غير ذلك، من بيع وشراء، سواء في السيارات، سواء في البيوت، إلى غير ذلك، فيكون كثير الحظ ويفك منه النحس. ولكن النبي صلى الله عليه وآله قد وضع شرطا واحدا، قال بشرط الإدمان على قراءة سورة الشمس. هسا أولا ضع سورة الشمس في كل صلواتك اليومية. سورة الشمس اقرأها في كل صلواتك اليومية، بالإضافة بأنك تقرأها بعد كل صلاة 10 مرات، كي يتحقق كلمة الإدمان على قراءة سورة الشمس. وسوف ترى بأن النحس في كل أمورك، سواء يعني نحس في مسألة الزواج، نحس في مسألة العمل والنجاح والتوفيق في الدراسة، نحس في مسألة بيع البيت أو شراء بيت أو شراء سيارة وغير ذلك، هذا النحس ينفك عنك تماما. وأما في مسألة إبطال الحسد والعين من بيوتنا، ما عليكم إلا أن تكتبوا آية الكرسي إلى قوله تعالى هم فيها خالدون، تعلقونها في البيت أينما شئت، وتقرؤون آية الكرسي 5 مرات صباحا، 5 مرات مساء، يتكفلها أحد من أهل البيت، أو أنكم يعني الذي يستطيع أن يقرأها، فهنا تبطل العين تماما. للبيوت التي تعاني من كثرة العين ويسبب لها كثرة المرض والمشاكل والخصام والفتن، ويصل الأمر إلى ما لا يحمد عقباه، 24 ساعة تراهم مهمومين، محزونين، مشاكل، ما مرتاحين إطلاقا، أحد الأخوة بالبيت، أحد الأخوات، الأم، الأب، يتبرع بأن يقرأ آية الكرسي 5 صباحا 5 ليلا، وتكتبون آية الكرسي وتعلقونها، الشرط بخط اليد تكتبونها وتعلقونها. هذا الأمر مهم جدا، وينتهي الأمر وفي خدمتكم. جاءت هذه إجابة على بعض الأسئلة، وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.